السلام عليكم. زار وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بالعريبي اليوم ملعب دويرة، حيث وقف على كل ملحقات عن الملعب ولاحظ غياب العمال ويعني في الفترة يعني الليلية، واشتكى من يعني المسؤولين على الأعمال هذه وخاصة العمال اللي راهم يشتغلوا على مستوى الحظيرة تاع السيارات والملحقات الخارجية واللي تابعين للشركة الجزائرية. إذن هذه هي الإشارة، تجدب إشارة بأنه العشب الطبيعي هذا سوف يتم جلب كل المعدات اللي عرفناها في ملعب براقي واللي تخص الصيانة والاخدرار تاع العشب الطبيعي باستعمال الأشعة يعني الضوئية. إذن سوف يتم جلب كل هذه المعدات إلى ملعب دويرة. أترككم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو. السلام عليكم.